صباح الخير لكل المشاهدين اليوم اللي عم يتابعونا على شاشة الام تي في. اليوم بفقرة Eat Smart رح احكي عن كيف فينا من خلال التغذية وشو أهمية التغذية بالمحافظة على الذاكرة وعلى أكيد نشاط الذهن. بس ما بعرف إذا إلي نسي إنه هنا فقرة نسيت يا نتالي إنه هنا فقرة. هلا بدك تعطينا كل شيء. قدرت هيك أنا عادة أنت كتير بونكتويل بالأوقات. حلوين تيبك أول شيء تغزلت فيك شوي بالحلقات. بركي بنسى إنه تأخرت عليك. سبا مش الحال. تمام نتالي مزبوط في أطعمة يعني لها علاقة بالذاكرة أو بتقوي الذاكرة لأنه أمتنا مثلا نحن وصغار كيلو زعتر قبل الفحص كيلو زعتر. أنت ما تنسوا شيء مزبوطة الخبرية؟ هلا التغذية لها أكيد دور مهم بالمحافظة على الذاكرة وأنا هون موضوعي مش بس للشباب والصبايا اللي يمكن بهمهم إنه يتذكروا الامتحان تبعهم او شو هي المعلومات اللي لازم يحفظوها بس كمان كيف فينا نعمل وقايه لكل المشاكل اللي بيعانوا منها الاشخاص المسنين بعد عمر معين منها مشاكل الزهايمر اللي هي فقدان الذاكره كمان ممكن انه بعض الاشخاص مع العمر يصير عندهم نوع من ديمنشيا او خرف وكيف فينا نتجنب هالمشاكل هاي لانه في كثير دراسات عم تفرجي اهميه التغذيه بهال نوع من المشاكل. هلا اكيد لازم دائما نشغل ذاكرتنا نشغل دماغنا لانه هيدي من اهم الاشياء اللي بتساعد الاشخاص انه يضلوا محافظين على ذاكرتهم. اكيد النشاط السوشيال يعني نضلنا نحن عندنا محاوطين بناس نعمل اكتيفيتيز هيدي كمان نقطه مهمه بس التغذيه دراسات فرجت انه بتلعب دور كثير مهم. هلا اكيد مش وقت اللي بيصير فيه عنا مشكلة لازم نبلش ننتبه أكيد على نظامنا الغذائي بس قبل بسنين من ما نبلش أو يبلش الشخص يصير عنده مشاكل ذاكرة ببلشوا التغيرات على صعيد الدماغ أو على صعيد الأعصاب يبلشوا يبينوا. مشان هيك الوقاية كتير مهمة إلي والوقاية نحن عم نحكي قد ما فينا ننتبه على نظامنا الغذائي بكير كل ما كان أفضل يعني ما ننطر تشخص يصير عنده مشكلة يبلش ينتبه على نظامه الغذائي لأنه التغيرات بتبلش قبل بكتير من ما العوارض تبين. هلأ شو هي العناصر اللي بتأثر على تحسين الذاكرة وكمان دراسات فرجت أنه حتى الأشخاص اللي نعمل دياجنوستيك عليهم يعني اللي بيّن أنه في عندهم مشاكل ألزهايمر إذا اتبعوا نظام غذائي صحيح وبلائم هالمشاكل هاي ممكن أنه يبطئوا من تطور هالمرض هيدا. بدي بلش أول شغلة أحكي عنها هي زيادة الوزن والإنسولين ريزيستنس اللي هي نوع من مشاكل بتصير إلى علاقة بالوزن. من أهم الدراسات اللي انعملت بهالموضوع هيدا هي إنه وقت اللي الشخص يكون عنده زيادة وزن الخلايا الجسم بتبطل تقدر تتعاطى بطريقة صحيحة مع السكر بيصير معدل السكر عالي وهيدي من أهم المشاكل اللي فرجت إنه إلها علاقة بمشاكل الألزهايمر والديمنشيا. ممكن مهم كتير إذا كان نحن عنا زيادة وزن وهيدا مأثر أكيد على مخزون السكري تبعنا على معدل السكري تبعنا خلينا نعالج هالمشكلة هاي لأنه بطريقة غير مباشرة بتأثر على توازن الدماغ وبتأثر كمان على الخلايا اللي بتأثر على الذاكرة. ممكن مهم كتير نعالج هالموضوع هيدا من خلال حمية غذائية تخلينا تساعدنا انه نخفف وزن بطريقه صحيحه بدون ما نمنع جسمنا من الفيتامينز لانه كمان هلا رح احكي شو هي انواع الفيتامينات والعناصر الغذائيه اللي الدماغ ضروري انه ياخذها. دونك هيدي اول نقطه ننتبه على معدل السكري تبعنا. شغله ثانيه وكثير مهمه ونحكى يمكن كثير عنها هي انواع الدهون اللي بناكلها خلال نهارنا. بنعرف قد ايه مهم الاوميجا 3 للكوليسترول، قد ايه مهم بيساعد خاصة لتخفيض التريجليسيريد بالدم، بيساعد لكثير من العوارض اللي لها علاقة بالالتهابات، لأنه الدهون الاوميجا 3 اللي موجودة أكثر شيء بالأسماك، موجودة كمان بالكانولا، موجودة ببزر الكتان، بالشيا سيدز،
هي دهون بتخفف من الالتهابات، ومن مشاكل الذاكرة هي ارتفاع معدل هالالتهاب هيدا. دونك مهم كتير انه نحنا نساعد جسمنا انه هالتوازن بين الدهون اللي ممكن انه يصير يكون انتي انفلاماتوار مش برو انفلاماتوار. وهون الدراسات فرجت انه استهلاك 3 حصص اسماك اسبوعيا بتساعد لمكافحة، أو ما رح أقول مكافحة، للحفاظ على معدل معين بأنتي أفلاماتوار. هلأ وقت اللي نحكي عن مشاكل القلب وشرين عم نحكي عن حصتين لثلاث حصص، هون عم نحكي أكثر. يعني كمية الأوميغا 3 اللي نحن بحاجة إلها للمحافظة على خلية الذاكرة أو للخلية الأعصاب هي كمية أعلى. دونك مهم كتير استهلاك الأسماك، خاصة الأسماك اللي معدل الأوميغا 3 فيها عالي، منها أكيد الصومون، نحكي عن السردين. هي من الأسماك اللي ممكن أنه تساعد لنضلنا محافظين على معدل الأوميغا 3 جيد. ما ننسى المكسرات، أنا أسبوع الماضي حكيت كمان عن المكسرات وعن الأسماك وثمار البحر. قدي مهم أنه نستبدل الدهون اللي بناخذها، وخاصة زيت الذرة. نحن كتير مستهلك زيت الذرة، وزيت الذرة ما بيحتوي على هالمعدل الأوميغا 3 اللي نحن عم نفتش عليه. دونك خلينا نخفف من استهلاك زيت الذرة، نستبدله بزيوت مثل زيت الزيتون، مثل زيت الكانولا اللي كمان بيحتوي على دهون مونو انساتوريتد اللي هي موجودة بزيت الزيتون. نستبدلهم بالمكسرات، أنا ما بقول نزيدهم على استهلاك الزيوت، بس نستبدل المكسرات هون محلها. لأنه بس المكسرات بصير الواحد عم نحكي عن المكسرات النية، مش هيك؟ أكيد المكسرات النية. هلأ حتى إذا كانت محمصة، حتى إذا هلأ مهمة تكون مدخنة وما داخلها جبنة، ما ننسى أنه في ملح كمان، الضغط لازم ننتبه أنه ما يعلى كتير. بس مش غلط أنه من وقت لوقت إذا كان في شوية ملح على المكسرات مش مشكلة، أو إذا كانت شوي محمصة مش مشكلة، بس بتضل المكسرات النية أفضل شيء، لأنه منكون نحن عم ناكل مأكولات كاملة ما تحولت. ونقطة كتير مهمة هون هي قد ما فينا المأكولات اللي بدنا ناخدها ما تكون بروسيست، يعني عم بحكي مثلا عن المكسرات ما تكون كتير محمصة. عم بحكي أفضل ناكل مكسرات من ما ناكل زيت، لأنه الزيت أكيد بيكون يمكن تحول أو تغيرت شكل الدهون فيه. اللحوم نفس الشيء، اللحوم وقت اللي ناخدها ما أنا مصنعة، مش داخلها أديتيفز، كمان هيدي نقطة مهمة. الفواكه ناكلها كلها ما نعصرها ونشرب عصيرة. دونك كل ما حسننا من نوعية الأكل، كل ما حولنا المأكولات قد ما فينا أكيد، كل ما هيدا كان أفضل أكيد. رح ناخد اتصال. صباح الخير. بونجور. يا هلا. بحياتك، بدي أسأل الدكتورة عن الكولاجين حبوب، هل بياخد منه؟ وأنا عمري من فوق 60. إيه لشو مدام، مين وصف لك إيه؟ الكولاجين؟ ما حدا، صيدلية. باردون ما سمعت. صيدلية. بس ليش وصف لك الصيدلي؟ لأنه مشان التجاعيد، ومشان إنه لأن أنا كبيرة شوي بالعمر. أوكي، هلا الكولاجين ممكن إنه يساعد، بس بتضل أهمية التغذية المتوازنة ككل. يعني عنصر واحد ما بيكفي إذا نحن ما كنا بنظامنا الغذائي عم ناكل بطريقة سليمة. يعني البشرة بحاجة لفيتامينات غير الكولاجين. إذا أنا عم باخد بروتينات كافية، عم باخد خضرة وفواكه كافية، عم باخد مي كافية لأنه هيدي كمان مهمة، فيتامين سي، هول كلهم في توازن، في توازن بجسمنا بيساعد انه البشره تكون حلوه. اذا انا اخذت كولاجين وما كنت عم بشرب مي، البشره ما رح تتحسن. اذا دونك اذا ما كنت عم باخذ مواد مضاده للتاكسد بالفيتامينات والى اخره، هالمواد او هالسبلمنتس ما رح يكونوا فعالين اذا انا نظامي الغذائي منه سليم. دونك الكولاجين ما رح يمكن يضر، بس اذا ما اخذنا، ما اتبعنا نظام غذائي سليم، يمكن ما راح يكون كتير فعال. لكن تنكفي موضوع الذاكرة، خلينا نقول لنتالي انه حكينا عن معدل سكري معين، لانه اكيد بيأثر على الموضوع. حكينا عن الاوميجا 3، ثلاث وجبات سمك بالاسبوع. صح.
حكينا عن نوعية المأكولات قد ما فينا ما نحولها وما المأكولات الكاملة. منا كمان بما أنه عم نكفي موضوع مأكولات الكاملة ما ننسى القمح، السريال أو كل أنواع من الحبوب كمان الكاملة. يعني وقت اللي نحكي عن معدل السكري أنه نضلنا محافظين على معدل جيد، مهم كتير أنه ندخل ألياف بالحبوب اللي عم ناخدها، دونك الخبز القمح الكاملة، البرغل، الفريك، الكينوا، الخبز الكامل، هولي كلهم. البقوليات هي من أهم أنواع السريال والحبوب اللي ممكن أنه ناخدها كرميل تنضلنا محافظين على معدل سكري جيد. دونك هي كمان من الفئات الغذائية الكاملة اللي لازم نحن نحبذها. رح ناخذ اتصال جديد. الو الو، صباح النور. يا هلا. الو بونجور. يا هلا، ممكن احكي مع مدام ناتاليا؟ ايه تفضلي. مرحبا، بعد معنا على الخط؟ ايه الو. ايه تفضلي مدام، شو سؤالك؟ مدام بونجور ناتالي، اهلين. بدي اسالك تنصحي انه الواحد ياخذ فيتامين او للبشره؟ للبشرة. هلا الفيتامين او فرجت انه بتساعد لتحسن اكيد حالة البشرة، بس مهم الفيتامين او موجود باكلنا. يعني نحن وقت اللي نحط زيت، وقت اللي نستهلك دهون، بنكون عم ناخذ فيتامين او. كثرة الفيتامين او ممكن انه تضر بعض الاشخاص. فيتامين او بيساعد للدهون، ليمنع الدهون انه تتحول، وخاصة وقت اللي نحكي عن ارتفاع الكوليسترول. هلا للبشرة مهم انه اذا اخذنا فيتامين او ناخذ معه مصدر فيتامين سي، لانه هن بيشتغلوا ان سينرجي، يعني بيشتغلوا سوا. انا شخصيا بفضل انه هالفيتامينات هاي اذا فينا ناخذها من الاكل بتكون افضل، لانه اوقات المكملات الغذائيه بتحتوي على معدلات كثير عاليه من هالفيتامينز، وبعض الاحيان فيها تضر. انا ما بعرف قد ايه معدل الفيتامين او موجود بالمكمل اللي عم تاخده المدام، بس تنتبه انه ما تكون عم تاخذ كميات كثير عاليه، لانه هيدا ممكن انه ياثر سلبا عند بعض الاشخاص. دونك التغذية بتضلها سيف، بتضلها بتعطينا العناصر الغذائية اللي نحن بحاجة إلها، بدون ما تكون أكيد عم بتحطنا بريسك معين. وهلأ إلي في كتير مشاكل، يمكن قبل كنا نقول في نقص ببعض الفيتامينات، هلأ المشاكل الصحية اللي إلها علاقة بالفيتامينات عند بعض الأشخاص هي كثرة استهلاك أو تناول بعض أنواع من الفيتامينات. يعني كنا قبل بالنقص، هلأ صرنا بالإكسي. بقى خلينا ننتبه، الأكل قد ما يمكن كترنا من بعض المأكولات ما منوصل للكميات اللي موجودة بالمكملات الغذائية. هلأ في بعض الأشخاص بحاجة ياخدوا مكملات، هيدا غير موضوع، بس لازم نعرف إذا نحن عن جد بحاجة لهالإكسترا أماونت أو هالكميات اللي كتير عالية اللي موجودة بالمكملات الغذائية. تنرجع لكن على موضوع الذاكرة، شو بيمنع أو شو بيحافظ على صحة ذاكرة أفضل؟ بدنا نحكي عن أكيد التوت وكل أنواع البريز. يعني عم بحكي أنا هون عن الفرامبواز، عم بحكي عن البلوبيري، هالأنواع من المأكولات فرجت أنه بتساعد أو بتمنع تكاثر بعض أنواع من المواد اللي هي بتسبب مشاكل الألزهايمر وغيرها. دونك إذا فينا هالأنواع من المأكولات ناخدها بانتظام. هلأ بعرف أنه لبنان منه كتير بلد بيحتوي على غير بموسم معين، بس خارج هالموسم هيدا فينا ناخد يمكن بعض أنواع من البريز المجففة أو حتى المتلجة، كرمال تنضلنا محافظين على معدل معين من هالمواد اللي موجودة بها الأنواع من المأكولات. وفي بعض نقطة هيدي مهمة كتير، الخس. الخس بيحتوي على مادة، بنقول الخس بايخ، بس الخس بيحتوي على مادة كمان مفيدة، وكل الخضرة الورقية الخضرة. دونك ما ننسى السلق والسبانغ وهالأنواع من المأكولات. اي ولا لا، الزعتر منيح للذاكرة، ما له اي، ما في دراسات بتفرجت انه بفتح، بس لانه تروقت يمكن عاده يا دعان ما اكلنا زعتر. صحتين. طيب نتالي ميرسي كثير، نتاليك نهار حلو ولك كمان. رح نروح، ثانك يو، رح نروح سريعا على عناوين الاخبار ونرجع.